عليكم، كيفكم يا كيجي؟ أخذنا في الحتت في الحصص السابقة الأعداد 1 2 3 4 5. اليوم بدنا نأخذ نحل كتاب مراجعة الأعداد، نحل تمارين الكتاب اللي هي مراجعة الأعداد. خلينا نشوف السؤال الأول. السؤال الأول: أرسم عناصر تمثل الأعداد التالية. ماشي يا كيجي، بدنا نرسم هون عناصر بتمثل عندي العدد 2. شو عندي هذا العدد يا كيجي؟ العدد 2، معناته أنا بدي أرسم شكلين أو رسمتين. مثلا العدد 2، خلينا نرسم يا كيجي تفاحتين. هاي عندي التفاحة الأولى وهاي عندي التفاحة الثانية. عدوا معي كم تفاحة أنا رسمت؟ 1 2، مظبوط، عندي العدد 2، معناته أنا بدي أرسم تفاحتين. نشوف ما هذا العدد يا كيجي؟ ممتازين، العدد 4، معناته أنا بدي أرسم هون 4 تفاحات، بدي أرسم 4 تفاحات. يلا نرسم مع بعض. 1 2 3 4. يلا عدوا معي، 1 2 3 4. أنا رسمت هون 4 تفاحات. خلينا نشوف السؤال الثاني. لون العناصر التي تمثل العدد في المربع. طلعوا لي يا كيجي، خلينا نعد هدول مع بعض. 1 2 3 4 5. طب ما هذا العدد المكتوب في المربع؟ نعم أحسنتم، العدد 5، معناته أنا بدي ألون 5 عناصر، بدي ألون 5 عناصر. 1 2 3 4 5، معناته بدي ألونهم كلهم، بدي ألون العناصر كلهم باللون اللي أنتوا بتحبوه طبعا. ماشي، خلينا نشوف هون ما هذا العدد في المربع. ممتاز، العدد 3، معناته أنا بدي ألون 3 عناصر. بنعد مع بعض 3 عناصر، 1 2 3، وبلونهم، بس بدي 3 عناصر. هدول ما بدي إياهم لأنه هم بس بدهم مني 3 عناصر. ماشي، نشوف اللي هون كم أسد عندي. 1 2 3 4. طب ما العدد المكتوب في المربع؟ 1، معناته هم بدهم إني ألون أسد 1 فقط. بتلونوه باللون اللي انتو بتحبوه واللي بدكم اياه. شايفين يا كيجي ما أسئلت الأسئلة؟ يلا خلينا نشوف الصفحة الثانية. صل بين الصورة والعدد الذي يناسبها. أنا عندي مجموعة صور وعندي الأعداد 1 2 3 4 5. ماشي، أنا بدي أوصل بين الصورة والعدد الذي يناسبها. خلينا نشوف الصورة الأولى يا كيجي، ما هذه الصورة؟ سيارات، ممتاز، كم سيارة عندي في الصورة؟ خلينا نعدهم، 1 2 3 4 5. إذا أنا عندي 5 سيارات، معناته بدي أوصلها مع العدد 5. أين العدد 5 هنا؟ نعم أحسنتم، هذا هو العدد 5. طيب كم قارب عندي في الصورة؟ خلينا نعدهم مع بعض، 1 2 3، ممتاز، أين عدد 3 هنا؟ نعم أحسنتم، هذا هو العدد 3. إذا أنا عندي 5 سيارات و3 قوارب. طيب خلينا نشوف كم صاروخ عندي؟ 1 2 3 4. أنا عندي 4 صواريخ، إذا أنا بدي أوصلها مع العدد 4. أين العدد 4 هنا؟ نعم أحسنتم، ها هو، إذا بوصل الصواريخ مع العدد 4. طلعوا لي على الصورة اللي تحتيها، كم مركبة فضائية؟ 2، نعم 1 2، عندي مركبتان فضائيتان، معناته بدي أوصلهم مع العدد 2. أين العدد 2؟ نعم ها هو. وآخر إشي، كم طيارة عندي في الصورة؟ طيارة واحدة، بدي أوصلها مع أنو عدد؟ مع العدد 1. أين العدد 1 هون؟ نعم أحسنتم، إذا أنا عندي طيارة واحدة. إذا 5 سيارات مع العدد 5، 3 قوارب مع العدد 3،
أربعة صواريخ مع العدد أربعة، طيارتان مركبتان فضائيتان مع العدد اثنان، وطائرة واحدة مع العدد واحد. هيك يا كيجي بنكون حلينا مراجعة الأعداد في كتاب الرياضيات. بتحلوها اليوم مع ماما وبتبعثولي الواجب أو حل الكتاب عندي على التليفون مشان أشيك عليكم. يعطيكم العافية.